ده احنا عندنا حتة تقرير عن سباق الهيجن، تقرير جميل جدا. سباق الهيجن ده اللي هو فين يا يوسف؟ اقول لك انا بقى، احنا عندنا هنا في العالمين الجديدة حاجة اسمها مضمار لسباق الهيجن. كنت تعرف انه ده حتى ده معمول حسابه للرواج السياحي والسياحة من نوع مختلف وما الى ذلك؟ احنا هنشوف مع بعض تقرير لطيف جدا من مضمار العالمين الجديدة لسباق الهيجن. في عندنا سباق لطيف جدا ومنافسات جميلة جدا بتطلق في نسختها الثانية وبتنظيم من اتحاد سباقات الهيجن بدولة الامارات العربية المتحدة. اتفرج وشوف، وده جزء من تطور في مدينة مهمة وكبيرة وعلى الصعيد السياحي طبعا جاذبة بالمنظر اللي احنا فيه ده. احنا مستعدين ونص. شوف التقرير. احنا شاركنا في المهرجان هذا منذ سنة، منذ العالمين الدولي، ومبسوطين. الموضوع طبعا ده جديد علينا كمحافظة مطروح، واحنا مبسوطين بروح عالية ومبسوطين، ونشكر الأخوة الخليجيين ونشكر سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا مبسوطين على استثمار في الصحراء الغربية وعلى مدينة العالمين الجديدة. احنا فرحانين بالاحتفال وبالميز وبجميع الامتياز اللي هنا، احنا فرحانين به واحنا نهتز به، شاركوا به، نهتزوا به بالجمال، ونهتزوا بالعرب، ونهتزوا بالرؤساء وبالامارات وكل. احنا بنرحب على الضيوف باهل الهجن، وعنا عايزين جمال وعايزين المنطقه تسقم، وعايزين الجمال هذين كنت تحافظوا بهن وندربوا كيفهم، فرحانين بهم وضيوف عندنا، واحنا نكرموهم ونساعدوهم ونطلبكم بشوطين المطروح. هذا نطالب شوطين المطروح، الشوط واحد شوي علي، احنا اللي ماسك بتوع الهجن بتوع مطروح. تنظيم عامل من عوامل النجاح، واللي هو العامل البشري بالنسبه للعناصر المشاركه، والنهارده بسم الله ما شاء الله شايف في تعاون من جميع القبائل والناس المشاركين من جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. السباق النهارده او المهرجان بتاع النهارده يعتبر فريد من نوعه، او يعني يعتبر الثاني بالنسبه لنا او الثالث. تشرفنا مرتين سابقا قبل كده بزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسموه الشيخ محمد بن زايد، ومره في شرم الشيخ، والمره الثانيه كانت في العالمين العام الماضي. تم الاعلان على المسابقه من قبل الاتحاد المصري بالتنسيق مع الاتحاد الاماراتي والرعايه الاماراتيه من حوالي أكثر من 10 أيام، وشايف الحضور انتهى من أكثر من 15 محافظة موجودين اليوم و920 مشارك. نهضة كبيرة في رياضة الهجن في مصر. نتوجه بخالص الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه لتراث الآباء والأجداد الهجن، وإحنا سعيدين صراحة أن الدولة في كل خطوة معنا. نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة. نحن جايين من رأس الحكمة أكعوب، نحيي أكعوب ونحيي جميع القبائل مهما يكون والأمارات، ونحييها ونشكر جميع الدول العربية وجيشنا وأمننا، وربنا يتم خير إن شاء الله على المبادرة هذه. أخوتنا جميع أخوتنا المبادرين في المبادرة هذه ما شاء الله تبارك الله، ونشكر حكومتنا وجيشنا وأمننا والأمارات وجميع الدول العربية، وربنا يحميهم إن شاء الله يا رب العالمين. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحيا مصر. الله أكبر.